بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي قلنا ايه بقى؟ نعمل مع بعض شوية رز بلبن كده، ان شاء الله يطلع حلو كده وعجب. جبنا، انا معايا كده دلوقتي 1.5 كيلو لبن، تمام، وكنت نقع، بصوا كده، نقع 1 كوباية رز، يعني تنقعيها احسن، يعني تدي نتيجة احسن. تمام، نحط كده الرز، بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله، ياخد غلوة كده بقى ونعمله مع بص حبايبي، انا هحط شوية نشا، بسم الله ما شاء الله، مش كتير، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. انت بقى على حسب الكمية اللي هتعمليها، تمام، يعني ده بتاع 1.5 كيلو لبن او 2 كيلو، وعلى 1 كوباية حلوة كده كبيرة رز، مش كبيرة قوي يعني، بتاع 1/4 كيلو يعني، تمام. والسكر على حسب ايه ما تحبي، تمام. بسم الله ما شاء الله، نحط بقى الفانيليا عشان تدي له ريحة، بسم الله ما شاء الله، فضي فضي كده، يا سلام على الريحة، يا سلام، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص كريمي ازاي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، زي اللي بيجي من بره بالظبط، ليه بقى ما نعملوش جوه يعني، والعيال كده تاكل وتنبسط، ويا رب يديم علينا الخير. يلا هنقدمه بقى مع بعض، ياخد غلوه بس كده يربط عشان النشا، وهنقدمه مع بعض. بصوا حبايبي بقى كريمي ازاي، والرز استوت، الرز استوت، بسم الله ما شاء الله، بقى كريمي ازاي من غير نشا ولا اي حاجه. هنحط له برده معلقه نشا، هننزل بقى بالسكر، بسم الله، السكر زي ما تحبي يعني، انا بحط بتاع 1 كوباية كبيره، تمام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى، لو انت عندك حته قشطه كده او معلقه قشطه حطيها، انا بصراحه ما عنديش، فانا هحط معلقه سمنه بلدي، تدي له طعم حلو قوي، تدي له كده ريحه وطعم من الخير بتاع زمان، تمام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني يمكن ما احطش كمان نشا، ممكن ما يحتاجش، بسم الله ما شاء الله، بسم الله، الله اكبر، بس السمنة، بسم الله ما شاء الله، جميلة، مديله ريحة ايه تجنن، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، وكده خلاص خلص معانا الرز بلبن. بصوا بسم الله ما شاء الله كريم ازاي، ما شاء الله، بصوا كريم خالص ازاي، يا رب تجربوه يعجبكم ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بصوا يا رب تجربوه يعجبكم، متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتات، كل حلو، يلا باي باي.